موجز الأهم وآخر الأنباء من أونلايف، أهلا بكم. أعربت مصر عن تطلعها لالتزام السودان وإثيوبيا بالإطار الزمني الذي حدده قادة الدول الثلاث لحسم الخلافات الفنية الخاصة بسد النهضة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أنها تلقت إخطارا من السودان بتأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب إثيوبي ربما جاء بسبب الظروف التي تمر بها البلاد هناك. وأكد البيان أن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، ما يستدعي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع. نفى وزير الصحة والسكان أحمد عماد وجود أي نية لزيادة أسعار الدواء. وقال عماد في تصريحات صحفية إن الوزارة تعمل على تغطية نواقص الدواء في الأسواق بشكل سريع. كما أشار وزير الصحة إلى وجود خطط لضبط السوق الدوائي من خلال تدشين موقع إلكتروني جديد يضم بيانات الأدوية وأسعارها منعا للاستغلال. استشهد فلسطينيان اثنان بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على القطاع في أعقاب تفجير أسفر عن إصابة جنود من الاحتلال. وبحسب قوات الاحتلال فاستهدفت الغارات 6 مواقع بزعم أنها عسكرية. قتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات الحوثي بنيران الجيش اليمني في محافظة الحديدة. وبحسب مصادر عسكرية فإن الميليشيات شنت هجوما واسعا على مواقع للجيش بمديرية حيس، ما دفع قوات الجيش والمقاومة الشعبية لصد الهجوم. وفي تعز قصفت قوات التحالف مواقع للميليشيات شرق معسكر خالد بن الوليد ومواقع أخرى في قرية الهاملي. نهاية الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.